مسؤول خط تور كريم جنين من البداية. إحنا عاملين حركة احتجاج على السيارة اللي تم تحويلها من فوق الطاولة. لجأنا لمراقب السير على الطرق في محافظة جنين، بحكي لك هذا قرار وزير. يعني الوضع عندنا لا يستحمل أي مجال لسيارة. الوضع إحنا قاعدين بنطلع بننزل، أغلبنا شوفرية على الخط، الشوفير بيطلع وبينزل يا دوب يعمل 200 شيكل، بيطلع للشوفير 30 شيكل. أنا بدي أسأل سؤال للقاعدين على الكراسي في في في, في السلطة، ال 30 شيكل بيفتح نظار؟ هذا الجواب اللي بدي أسمعه. ليش يعني أنا تحرمني أعيش بحرية وبكرامة وبعزة نفس؟ ليش بدك تدلني على لقمة العيش؟ أنا هذا اللي بدي أسمعه، بدي جواب لهذا الحكي. سيارة فيش مجال إلها، لو في بنحكي لك على عيننا وراسنا، بس شو نعمل يعني؟ فهموني، شو بدي أعمل أنا في حياتنا يعني؟ هذا اللي بدي أحكي كلياته. إحنا شوفيرية خط جنين طول كرم، إحنا سيارات عندنا يا عمي مش شغل مش هالقد، بدهم يحولوا سيارة أو سيارتين من جنين إلى طول كرم، وإحنا بصعوبة الواحد بيطلع أجرته، يعني شوفيرية على السيارات، يعني نهايته الواحد بيضرب فردي وبيرجع بفردي، بجوز يرجعها وبجوز ما يرجعهاش، وخطنا بتحملش إنه سيارات زيادة على خط جنين طول كرم. فبنطلب من الوزير إنه يجري دراسة، يعني يجي ويوقفوا واحد هنا ويشوف قد إيه الواحد بيشتغل على الخط. فيش مجال يعني، فيش شغل يعني، هو بحدد فيش شغل إنه على الخط عندنا. اليوم يعني إحنا خط الكرم جنين معلقين الدوام، مش ناس كل إضراب أو إيش، إحنا معلقين الدوام أو محتجين إنه على سيارة تم تحويلها من خط الفندقومية جنين الفندقومية لطول الكرم جنين بدون الرجوع إلنا أو للجنة الخط أو دراسة الخط. الخط مش بحاجة ولا لأي سيارة، حولوا لنا سيارتين الجسر أهلا وسهلا فيهم، والوضع مش متحمل وبنقول أهلا وسهلا فيهم، أما كمان سيارة حولوا لنا وسيارة من هون وسيارة من عظام الركبة وسيارة من تحت الطاولة، هذا ليش ما بيزبط؟ وإحنا محتجين على هذا الوضع ومعلقين الدوام، مش راضيين نحمل من الصبحيات لا من جنين ولا من تلكرم. إحنا واقفين وقفة احتجاجية لأنه حولوا لنا سيارة من خط ثاني على خطنا، وخطنا بتحملش إنه نجيب أي سيارة، جابونا سيارتين من الجسر حياهم الله، بس عندنا الوضع ما بتحمل لأنه فيش شغل، طبيعة الحال فيش شغل.